بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مع هذه الفقرة من على هذا الموقع ماروك ديبلوماتيك. إذن عندنا في العنوان كما نلاحظ لو ماروك باليسبان دون لي اكسبورتاسيون دو باستيك فيغ لونيون اوروبيان. لو ماروك باليسبان دون لي اكسبورتاسيون دو باستيك فيغ لونيون اوروبيان. إذن لو ماروك باليسبان كما نقول بأن المغرب يضرب إسبانيا، كما نقول أنه يهزم إسبانيا. طبعا هنا عندنا الفيرب باتر، عندنا هنا الفيرب باتر يعني فعل ضربة أو كما نقول دقة أو نقرة إلى غير ذلك، كما نقول هزم الماروك بالإسبان دون لي زيكسبورتاسيون. إذا هو هزم في أي مجال؟ دون لي زيكسبورتاسيون دو باستيك يعني في تصديرات، هنا المقصود في تصدير كما تلاحظوا بأن الكلمة تنتهي بإس، إذا نتكلم على الجمع دون لي زيكسبورتاسيون يعني في تصديرات كما نقول، يعني أنه هزمها في تصدير دو باستيك الدلاح. إذا نتكلم على البطيخ الأحمر طبعا لو ماروك باليسبان دون لي زيكسبورتاسيون دو باستيك، إذا المغرب أنه يهزم إسبانيا في تصدير الدلاح، في تصدير البطيخ الأحمر فيغ لونيون أوروبيان نحو الاتحاد الاوروبي. اذا كما نلاحظون عندنا الماروك، الماروك ا رياليزي بيرفورمانس ريماركابل دون لي زيكسبورتاسيون دو باستيك فيغ لونيون اوروبيان اون افريل 2023 لو بي افون دي بلوس دو 3 فوا بلوس دو سوفخ كو لسبان كي ايتي جوسكا بريزون لو برينسيبال فورنيسور. اذا الماروك ا رياليزي، اذا المغرب انه حقق، طبعا هنا عندنا لو فيرب رياليزي يعني في حقق، ومن مثلا كلمه لا رياليزاسيون يعني تحقيق. إذا لو ماروك ا رياليزي، المغرب أنه حقق اون بيرفورمانس. طبعا لا بيرفورمانس المقصود بها غالبا أن تعني انتصار رياضي، تفوق رياضي إلى غير ذلك. طبعا هنا نتحدث عن تفوق أو انتصار في المجال اقتصادي، إذا نتكلم هنا عن انتصار أو تفوق في مجال اقتصادي. إذا لو ماروك ا رياليزي اون بيرفورمانس، إذا المغرب أنه حقق انتصارا روماركابل ملاحظا، روماركابل ملاحظا. بعد مرة نتكلمو على لو فيرب روماركي لاحظ، أو مثلا كلمة روماك أو مثلا روماك يعني ملاحظة. إذا لو ماروك ا رياليزي اون بيرفورمانس روماركابل، إذا المغرب أنه حقق كما نقول تفوقا ملحوظا، تفوقا ملحوظا dans les exportations de pastèque vers l'Union européenne en avril 2023. إذن هو حقق هذا الانتصار في تصدير الدلاع vers l'Union européenne نحو الاتحاد الأوروبي en avril 2023 في أبريل 2023. Le pays a vendu plus de 3 fois plus de fruits que l'Espagne. إذن المغرب أنه باع، طبعا عندنا لو فيرب فوندر مصرف في لو باسي كومبوزي تماما مثل لو فيرب رياليزي كما تلاحظوا، حتى هو مصرف في لو باسي كومبوزي، مصرف مع لوكسيليغ افواغ. المغرب حقق شيئا ما، الفعل سيصرف مع افواغ. نفس الشيء هنا، البلد باع شيئا ما، اذا الفعل سيصرف مع لوكسيليغ افواغ في البريزون طبعا. لو بي افوندي، اذا البلد انه باع بلوس دو 3 فوا بلوس، أكثر من 3 مرات زيادة دو سوفخوي من هذه الفاكهة كل إسبان مقارنة بإسبانيا، مقارنة بإسبانيا كي إيتي جيسكا بخيزون، التي كانت جيسكا بخيزون إلى حدود الحاضر، التي كانت وإلى حد الآن. بمعنى آخر لو برانسيبال فورنيسور، الممون الرئيسي. إسبانيا تعتبر الممون الرئيسي للاتحاد الأوروبي من هذه الفاكهة. إذن لو ماروك ا رياليزي اون بيرفورمانس ماركابل دون لي زيكسبورتاسيون دو باستيك فيغ لونيون أوروبيان اون افريل 2023، لو بي ا فوندو بلوس دو 3 فوا بلوس دو سوفخوي كو لسبان كي إيتي جوسكا بريزون لو برانسيبال فورنيسور. ثم عندنا سولون لي دوني دو استاكوم، لو ماروك ا اكسبيدي 9,14 دو كيلوغرام دو باستيك فيغ لونيون اوروبيان او كور دي مو دافريل. اذا سولو لي دوني دو استاكوم،
إذن حسب معطيات أوغستاكوم، إذن حسب هاد الجهة لو ماروك أكس بي دي، إذا المغرب أنه الرسالة 9.14 دو كيلوغرام دو باستيك، إذن هو أرسل 9.14 ملايين من الكيلوغرامات دو باستيك من الدلاع فيغ لينيون أوروبيان إلى الاتحاد الأوروبي. إذن المغرب باع 9 مليون ديال الكيلوغرام فاصلة 14 دو باستيك فيغ لينيون أوروبيان، أرسل هاد الكمية فيغ لينيون أوروبيان، إذن أرسل هذه الكمية إلى الاتحاد الأوروبي. في أي زمن طبعا هاد الكمية أرسلت؟ أو كور أثناء دي موا دافريل، أثناء شهر أبريل، عندنا جانفي فيفري مارس أبريل، جانفي فيفري مارس أبريل. إذا نتحدث هنا عن شهر أربعة، ثم كونتخ 2.62 دو كيلوغرام بوغ إسبان. إذا طبعا في نفس الشهر أرسل المغرب هذه الكمية مقارنة بإسبانيا طبعا التي أرسلت 2.62 كيلوغرام، 2.62 كيلوغرام، تقريبا أرسلت 1.5 مليون ديال الكيلوغرامات من هذه الفاكهة طبعا، بينما المغرب أرسل 9.14 مليون. كما تلاحظوا بأن التفوق واضح جدا، كونتر كما نقول ضد، ولكن المقصود هنا مقابل. إذا المغرب أرسل 9 ملايين مقابل 2.62 مليون دو كيلوغرام من الكيلوغرامات بور إسبان لإسبانيا. سي لا بروميير فوا كو لو ماروك ديباس لإسبان دو مانيير أوسي سينيفيكاتيف. إنها أول مرة، سي لا بروميير فوا، إنها أول مرة كو لو ماروك ديباس لإسبان، إنها أول مرة بأن المغرب كما نقول حيث المغرب ديباس، أنه يتجاوز لإسبان، يتجاوز إسبانيا دو مانيير بطريقة أوسي سينيفيكاتيف، أيضا كما نقول ذات معنى. إذا نتكلم هنا عن تفوق واضح، هذا هو المقصود، سينيفيكاتيف أنه ذو معنى، المقصود به بأنه تفوق. سي لا بروميير فوا كو لو ماروك ديباس لإسبان دو مانيير أوسي سينيفيكاتيف، إنها أول مرة حيث المغرب يتجاوز إسبانيا بطريقة أيضا معنوية، أنه يتفوق على إسبانيا بفارق كبير. دوبي 2016 لو ماروك ا كونستامون أوغمونتي سيز إكسبورتاسيون دو باستيك profitant de sa proximité géographique et de sa compétitivité. Depuis 2016, le Maroc a constamment augmenté ses exportations. Et dans le Maghreb, on a augmenté. Il y a un verbe augmenté. Constamment. بشكل ثابت كما نقول، كونستامون كما نقول بشكل ثابت. إذا المغرب منذ 2016 كان يرفع بشكل ثابت سيز إكسبورتاسيون، تصديراته دو باستيك من الدلاع، بروفيتون دو سا بروكسيميتي جيوغرافيك، مستفيدا. هنا عندنا لوفير بروفيتي كما نقول أنك تستغل الوضع، بروفيتي أنك تستغل وضعا. إذا بروفيتون كما نقول مستغلا دو سا بروكسيميتي، مستغلا أو مستفيدا من سا بروكسيميتي، من قربه. إذا لا بروكسيميتي المقصود بها القرب، إذا هو مستفيد من قربه جيوغرافيك، الجغرافي طبعا من الاتحاد الأوروبي، إي دو سا كومبيتيتيفيتي، ثم أنه مستفيد من تنافسيته، ومستفيدا أيضا من تنافسيته مع إسبانيا طبعا الجارة. أحيانا نتحدث عن لا كومبيتيسيون يعني المنافسة، هنا لا كومبيتيتيفيتي نقصد بها التنافسية. إذا المغرب هنا يستفيد من قربه الجغرافي طبعا من الاتحاد الأوروبي، ثم يستفيد من تنافسيته للدولة الجارة. لو ماروك ني با لو سول بيي أفريكا أسو ديستينغي سور لو مارشي أوروبيان دو لا باستيك. إذا المغرب ليس البلد الوحيد الإفريقي أسو ديستينغي الذي يمكن أن يتميز كما نقول سور لو مارشي أوروبيان دو باستيك طبعا على
في السوق الأوروبي للدلاع لا موريتاني أأت البرومي فورنيسور أون أفريل. لا موريتاني أأت البرومي فورنيسور أون أفريل. طبعا في نفس هذا الشهر الذي تفوق فيه المغرب على إسبانيا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لا موريتاني أأت البرومي فورنيسور أون أفريل. إذا طبعا موريتانيا كانت الممول الأول في شهر أبريل avec 18,57 دو كيلوغرام exporté vers l'Union européenne. موريتانيا أول ممول en avril في أبريل avec 18,57 ب 18.57 دو كيلوغرام من الكيلوغرامات exporté vers l'Union européenne. exporté صدرت، نتكلم على الverb exporté في الصدارة ومنها les exportations vers l'Union européenne إلى الاتحاد الأوروبي. لو كوستاريكا a également été un acteur important. طبعا كوستاريكا a été également un acteur important. إذا كوستاريكا أيضا هي واحد الفاعل، هي فاعل مهم، المقصود بأن أيضا من الدول التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي avec 11,65 دو كيلوغرام. إذا هي صدرت 11,65 من الكيلوغرامات. Le Maroc a non seulement vendu plus de pastèques que l'Espagne. Le Maghreb ليس فقط أنه باع أكثر من إسبانيا في مجال الدلاع، ولكن il a aussi obtenu un meilleur prix. هو أيضا حصل على ثمن جيد. إذا هو باع الدلاع ديالو طبعا بشكل أغلى، هذا هو المقصود. طبعا هو باع هذه الكمية أيضا، ولكن في نفس الوقت أيضا استفاد من الثمن الكيلوغرام. لو ماروك ا نون سولمون فوندي بلوس دو باستيك كو لسبان. المغرب ليس فقط انه باع اكثر من اسبانيا، ما الى اوسي اوبتوني، ولكن هو ايضا حصل او نال. طبعا لو فيرب اوبتونيغ، لو فيرب اوبتونيغ هذا فعل نال، ومن لوبتونسيون، ومن لوبتونسيون نيل كما نقول. اذا المغرب ايضا نال، شنو نال؟ un meilleur prix، أحسن ثمن، يعني ثمن جيد. le prix moyen au kilogramme était de 1,23 pour le Maroc. معدل الثمن au kilogramme للكيلوغرام الواحد طبعا من الدلاع était de 1,23. طبعا تنعرفوا بأن الأورو تقريبا 10 درهم. pour le Maroc، بالنسبة للمغرب طبعا est de 1,05 pour l'Espagne مقابل أورو فاصلة 0.5 لإسبانيا. Le Maroc a ainsi encaissé 11,29 millions sur le marché de l'Union européenne et l'Espagne 2,76 millions. 2,76 millions. ثم بالنسبة لإسبانيا 2,76 millions. إسبانيا تحصلت مقابل الكمية التي باعتها على 2,76 millions. Le Maroc est le cinquième exportateur mondial de pastèques avec 252,98 millions de kilos exportés en 2021, soit 6,97% du total des exportations mondiales. Le Maroc est le cinquième exportateur mondial de pastèques avec 252,98 millions en 2021. المصدرين اكسبورتاتور مونديال دو باستيك. اذا المغرب هو خامس مصدر عالمي للدلاع افيك 252,98 millions ب 252.98 دو كيلو من الكيلوغرامات اكسبورتي اون 2021 مصدره في 2021، تم تصديرها في 2021 6,97% دي توتال دي زيكسبورتاسيون مونديال من مجموع التصديرات العالمية. إذن كل كمية لجميع الدول المصدرة للدلاع، إذا المغرب يأخذ فيها نسبة 6,97% على المستوى العالمي دون لا ميم ديناميك. في نفس الدينامية لي زيكسبورتاسيون دو باستيك أونت أوغمونتي de plus de 1094,1%. إذا هذه التصديرات أنها ارتفعت
دو بلوس دو ميل كاتخوفانت كاتوز، أنها ارتفعت بزائد 2094 فيغول أن فاصلة واحد بورسون في المئة. إذن لي زيكسبلوطاسيون دو باستيك أون توغمونتي، إذن تصديرات الدلاح أنها ارتفعت دو بلوس دو ميل كاتخوفانت كاتوز فيغول أن بورسون، إذن ارتفعت بزائد 2094.1%. إذا كما تلاحظوا بأنها نسبة كبيرة سور لا ديغنيغ ديسيني، على المستوى العقد الأخير، إذا نتكلم عن العشر سنوات الأخيرة. وكما نعرف بأن الدلاح والأفوكادو هي من الفواكه التي تستهلك المياه بشكل كبير. ثم عندنا لو ماروك إي لو برانسيبال فورنيسور دو باستيك دو لونيون أوروبيان entre janvier et juin 2021 avec des ventes dépassant de 29 sels espagnols. Et donc, le Maroc est le principal fournisseur de pastèques et le Maghreb est le moussadr l'assassi de pastèques de l'Union européenne mina ad-dillah l'Ittihad l'Europe entre janvier et juin 2021 من 2021. Et donc, في السنة اعتبر المغرب مصدرا اساسيا للاتحاد الاوروبي لهذه الفاكهه افيك دي فون دي باسون بمبيعات تجاوزت 29.84%، اذا تجاوزت 29.84% سل اسبانيول التي الاسبان تجاوزت صادرات الاسبان بهذه النسبه. لي بري دي باستيك او ماروك اون كوني une augmentation fulgurante. اثمنت الدلاح بالمغرب ont connu une augmentation fulgurante انها عرفت طبعا هنا عندنا غير كونيتر في العرفه لي بري دي باستيك او ماروك. اثمنت الدلاح بالمغرب ont connu انها عرفت une augmentation عرفت ارتفاعا fulgurante، اذا عرفوا ارتفاعا خاطفا، اذا نتكلم عن ارتفاع حصل في وقت وجيز في الجورونت انه خاطف. كوتون ديزومي بلوس دو 25 درهم لو كيلوغرام، كوتون ديزومي ان اصبحت الادمنه تساوي من الان فصاعدا، طبعا عندنا ديزومي كما نقول من الان فصاعدا، بلوس دو 25 درهم اكثر من 25 درهم للكيلوغرام. اذا كما تلاحظوا بان الفاكهه اصبحت تعريف ادمنه صاروخيه ان صح التعبير في ظل هذه الأزمة التي يعيشها العالم والمغاربة أيضا. إذا لي بخي دي باستيك أو ماروك أون كوني أون أوغمونتاسيون فيلغورونت، إذا أثمنت الدلاح بالمغرب أنها عرفت أون أوغمونتاسيون فيلغورونت، أنها عرفت إرتفاعا خاطفا. كوتون ديزومي بليس دو 25 درهم لو كيلوغرام، أن أصبحت تساوي الآن فصاعدا أكثر من 25 درهما للكيلوغرام. ربما ماذا يحصل في الأسواق الكبيرة أنها تساوي أكثر من 25 درهما من الآن فصاعدا للكيلوغرام الواحد. إذن هذا فيما يخص هذا الموضوع المتعلق بالدلاح مقارنة بإسبانيا خاصة، نتحدث هنا عن صادرات المغرب للاتحاد الأوروبي. إذن هذه لمحة موجزة من هذا الموقع، نتكلم عن ماروك ديبلوماتيك، وإلى موضوع آخر في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.